أندرا. طلق الشوط الثامن كأس جعفر للخيل العربية الأصيلة لإنتاج محلي على مسافة 2000 متر، انطلاقة موفقة لهذه الجياد. نشوف الصدارة والمركز الأول الآن مع غالي الأثمان اسمه الشيخ محمد بن خليفة الثاني على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني والتقدم يأتينا من ناحية السياج، لدينا الجواد عبيدة أو البلاغ في المركز الثاني لأسد أمقر مع رونان توماس. المركز الثالث للخريب للشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني يتواجد في ثالث المراكز. المركز الرابع والتقدم يأتينا من خلال الجواد عالي المقام للسيد مشعل بن علي العطية. خامسا يأتينا من الجهة الخارجية، لدينا الجواد كروم لفيصل محمد الرمزاني مع شتيبان مازور. سادسا واللحاق من قبل أستاد أسطبل الأزرق مع إنقاذ ليقوده لوكاس دوليزيه، يتبعه الجواد رقم 8 الميراج لأستاد الشق بريسك في المركز السابع. أخيرا وليس آخرا عبيدة لأستاد أمقر. عودة للصدارة وعودة لغالي الأثمان الذي لا يزال متسيدا لهذا الموقف ومتصدرا لكأس جعفر. غالي الأثمان اسمه الشيخ محمد بن خليفة الثاني، التقدم يأتينا من خلال الخريب على المركز الثاني. الآن الخريب للشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني، والتحركات تأتينا أيضا من خلال الجواد اللي هو لدينا البلاغ لأستاذ أمقر مع رونان توماس في وضع ممتاز حاليا. التقدم مع عالي المقام في المركز الرابع. وخامسا يأتينا الجواد اللي هو الميراج في تقدم ممتاز الميراج، ولكن الصدارة الآن لا تزال مع غالي الأثمان الذي يبدأ بسحب الشوط. الميراج قادم بقوة من الجهة الخلفية، وأيضا عبيدة والبلاغ الخط المستقيم باتجاه خط النهاية القادم بكل قوة. الجواد الميراج يأتي الآن بقوة لأستاذ الشق بريسنج. المحاولات والتقدم من خلال الجواد البلاغ الذي يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول. عالي المقام من وسط الجياد، ولكن الصدارة تنتقل الآن للبلاغ على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولة مع الشق بريسنج والميراج، ولكن البلاغ على الصدارة. البلاغ إلى المركز الأول، الميراج في محاولة، البلاغ إلى الصدارة وإلى المركز الأول في سابع أو ثامن أشواط الأمسية. Fisher results for the seventh race of the evening, the eighth race of the evening, the Jaffer Cup. The winner, horse number 7, Albalag, Omar Amgan, trained by Alban de Mule, ridden by Ronan Thomas. Second horse number 8, Almiraj, Omar Al-Shegab Racing, trained by Eric Lamartinel, ridden by Fada Bourgnain. Third horse number 6, Abida, Omar Amgan, trained by Alban de Mule, ridden by Sofian Sadi. Fourth horse number 3, Ghali Al-Athman, owned by His Highness Sheikh Mohammed bin Khalifa Al-Thani, trained by Rudy Nearborn, ridden by J.P. Guillaumbeard. And in fifth place, horse number 1, Ali Al-Magam, owned by Mr. Michel bin Ali Latia, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by David Allen. يتفضل سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني لتتويج الفائزين بكأس جعفر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. الخيال الفائز في أمسية اليوم رونان توماس. ولدن يتفضل الخيال رونان توماس ويتسلم كأس الخيال المبدع في هذا الشوط. ألف مبروك ولدن. يتفضل المدرب ألبان دميول الفائز في شوط للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي ويتسلم كأس المدرب الفائز. نبارك للمالك السادة أمقر، ويتفضل السيد عبد الله الكبيسي ليتسلم كأس جعفر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي.
ألف مبروك للمالك السادة أمغان، المدرب الباندوميول والخيال رونان توماس عبر الجواد البلاغ. صورة تذكارية جميلة ومميزة. كأس جعفر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي بشعار المالك السادة أمغان، المدرب الباندوميول ورونان توماس. متابعينا الكرام، حضورنا العزيز، متواصلين وإياكم اليوم